أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تقريرها السنوي لعام 2016 حول السلائف والكيماويات التي يكثر استخدامها في صنع المخدرات والمؤثرات الطبية بصفة غير مشروعة، بالإضافة إلى تقريرها حول الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار والحد من الأضرار. تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي اللي عقد النهاردة بشأن هذا الموضوع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. كما تعلمون فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يقدم المساعدة للدول للتصدي بانتظام وبشمولية لقضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر والأسلحة وسوء استخدام المخدرات، تهريب المهاجرين، مكافحة القرصنة ومنع الجريمة، وأيضا في دعم أنظمة العدالة الجنائية ومواجهة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتعامل مع قضايا الفساد والتي كلها مرتبطة ببعضها. يسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاثة مهام أساسية مكتب: الأبحاث وتقديم الإرشاد والدعم للحكومات، ثم أيضا وذلك لأن تنفذ شتى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات ومكافحة الفساد، كما يقدم الدعم المالي والتقني لتلك الحكومات لمواجهة أوضاعها الخاصة والتحديات التي تواجهها في هذه النواحي. واجهت مشكلة المخدرات لأن هي بتعيق النمو الاقتصادي، بتحارب الشباب، بتحارب المرأة زي ما سيادة اللواء أحمد سمك قال، ودي بتعيق تقدم المجتمع. بيقوم قطاع الأمن الاجتماعي، ممثل في السيد مساعد وزير لقطاع الأمن الاجتماعي وإدارة مكافحة مخدرات بالسيد مدير وقيادات الإدارة، بتنفيذ استراتيجية الوزارة في المكافحة سواء على الصعيد الدولي والتنسيق مع الجهات الدولية أو سواء على الصعيد المحلي. وإن شاء الله يعني إحنا في خلال يمكن الشهر الجاي هنطلق بإذن الله التقرير السنوي للإدارة العامة مكافحة المخدرات، بيبين الصورة إن شاء الله اللي تم فيها مجهود الإدارة خلال العام الماضي. هو التقرير بيتكلم على حالة المخدرات على مستوى العالم كله والأقاليم والقارات اللي في العالم، بيتكلم على أحسن النجاحات اللي موجودة وثبت نجاحها في موضوع خفض مشكلة المخدرات، بيتكلم في الفصل الأول عن المرأة والمخدرات، وده موضوع هام جدا لأن احنا بنحث الدول على أنها تزيد جرعة التوعية للمرأة باعتبارها هي، أنا مش عايز أقول نص المجتمع، عايزه هي كل المجتمع وهي مربية المجتمع، وبالتالي هي الأم وهي المرضعة وهي الحامل وهي اللي بتربي في البيت، وبالتالي إحنا في منطقتنا المرأة محتاجة زيادة جرعة التوعية أكتر عشان هي اللي بتعد الأبناء اللي هم يتقلدوا مناصب كبيرة في بلادهم.